جيم سي بطبيعة الحال الموجودة بلبنان بفضل وكالية شركة ريمكو أو رسالني يونس موتور كومباني. معنا اليوم من الشركة مسيو ربيع عبدالله. هاي ربيع. هاي جيمس. يعني جيم سي أكاديا فعلا جديدة بتاخد العقل. صح. شكلا مضمونا. وكنت عم بتقلي كمان وزنها أقل من الطراز السابق. 330 كيلوغرام. 330 كيلو. بتعرف جورج انت اليوم بقطع بده ينزله تقريبا 70 80 كيلو بالسياره, بيعملوا دراسات كيف بده ينزلوا وزن. اكيد اليوم جي ام سي نزلوا وزن السياره 330 كيلو, صغروها شوي وحتى قوه السياره زادت, وبعدها 7 سيترز. وبعدها 7 سيترز. واو. بدنا نحكي عن شكل هالسياره اول شيء. ديزاين رائع جدا. مزبوط. خبرنا اكثر هالسايد فيو. هلا هلا كسايد فيو كلاينز موجوده بالسياره. السياره اول شيء فيري ايروديناميك. يس. اوكي. صغروها بالطول قصرت 19 سنتيمتر وبالعرض تقريبا ب 6 سنتيمتر, صارت اهين كسواقه لمدام اذا بدها تسوقها, لانه قبل كانت كبيره كانت 8 سيتر ما كانت 7. اوكي سو هلا صارت 7 سيتر بالحجم اقل شوي. اذا هلا بتشوف بالسايد من هون مع الكرام الموجود على الماسكيت اللي بيعطي شوي لكجري صارت كومباكت اكثر. زياده صحيح. للسياره. صحيح. من ورا كمان اذا بتشوف بين الاكزوست يلي بتعطيه الطابع الرياضي هالقضوي بالشيب الجديد والحلو مع السيجنتشر تبع الليد لايتس يلي موجود بيضوي اكيد بالليل. فعلا وين ما تطلع فيها للسياره ان كان سايد فيو فرونت او باك فيو وين ما كان سياره حلوه. يعني سياره حلوه بتعطي لوك تبع جي ام سي. بتطلع بتقول يعني اداء الديتيلز مشغولين كمان بطريقه رائعه جدا اليوم بالجي ام سي اكاديا الجديد. الشكل صار كثير كثير حلو عصري كثير. عم تشوف كمان ماسلز فوق الدواليب الخلفيه مع هالجنوطه كمان 20 انش اللي هن مع جن مات اللون تبعولهم. الكروم حلو كثير على البواب كمان. مزبوط. مع اكيد الامبلم دينالي اذا كان دينالي. روف ريز كمان من الكروم. اذا بتلاحظ كمان جورج الكبسات الموجودين على البواب صار في عندك ايزي انتري اذا معك مفتاح الانتليجنت كيف فيك تفوت من ورا من قدام او حتى باجرك فيك تفتح الصندوق اذا كان معك مفتاح. حلو كثير. هلا بعد ما شفنا هالشكل وعم نرجع نشوف هالشيب الحلو كثير من الناحيه الاماميه لهالجي ام سي اكاديا الجديد مع الجريل الحلو, بدنا ننتقل للداخل. اكيد مثل عودة جي ام سي الفخامه كثير موجوده من جوا. بطبيعه الحال نحن بسياره جي ام سي, نحن بالاكاديا 2017, يعني الفخامه هو العنوان. صح. من وين بدك نبلش يعني؟ اذا بدي ببلش هلا بتقول لك شغله, اذا بدي احكي عن كل بارت بدها حلقه كامله عن جد. بس تنفوت شوي باللكجري اللي زادت بجي ام سي اكاديا 2017. هالخشب اللي مستعملينه هو ريل وود فينيشينج موجود فيها مع الكروم. اذا بتلاحظ كمان بين البواب وبين التابلو وعلى ماسكيت البواب كمان. صح. وهالستيتشز اللي موجوده بالستيرنج وبالتابلو الداشبورد. بلس اذا بتلاحظ هالسكرين الكبير ال 8 انش مع نافيجيشن تاتش سكرين. نعمل زوم حتى تفوت على الشارع. Exactly. اكيد خريطة لبنان صارت موجودة. في عنا 5 phones connection تاخد تليفونات مع بعض. مع 5 USBs. اكيد Bose sound system. في عنا 4 كاميرات around view monitor. سنسورز ورا قدام. الحلو فيها بلس اذا بدنا نحكي كدرايفر هون قاعد عندك هالمالتي فانكشنال ستيرنج ويل مع فورورد كوليجن وورنينج. الكرسي تبعه فيها alert package بترج اذا صار في حدا مثلا طالع عن جنبه او من قدام اذا قرب كثير على السياره قدامه. اذا عنده حدا هو طالع من الباركينج اللي اسمه ريل كروس ترافيك اليرت كمان بتنبه السائق انه في حدا اخر. حلو كثير. بالاوبشنز اتس فولي لودد مع بانوراميك سان روف. عندنا دي في ديز ورا للاولاد, فنتليتد سيتس, هيتد سيتس اكيد قدامه ورا. يعني ليك نحكي صراحه السياره بدها اسبوع كامل من اوتو فوكس. بدنا نحكي بالديتيلز تبعها باختصار داخل كثير رائع مشاهدينا بهالتفاصيل الدقيقه اللي فصلنا عنها ربيع. بدنا نحكي اكثر عن المحرك اللي كمان نشيط جدا لهالسياره. مره جديده عم نرجع نستعرض هالشكل الخلفي الرائع لهالجي ام سي اكاديا 2017. ربيع كنت عم تقول لي انه السيستم الفور ويل نحن بنتحكم فيه صارت سلكتبل. سلكتبل هي شغله كثير مهمه. اضافه لذلك عرفت انه السياره بمحرك كثير نشيط. صح. هلا كمان صار عندنا شيء جديد بالانجن, هو اول انجن بينعمل بهذا السيجمنت تبع السيارات. الموتور هو 6 سيلندر, واكيد اذا كنا ماشيين بهاي واي بيعمل الشاتر هو لتو سيلندرز, يعني بتصير ماشيين 4 سيلندر. هذا الشيء بيساعدنا لمصروف البنزين اكيد. حلو. واكيد بس نزيد دعسه البنزين نزيدها شوي بترجع بيمشي 6 سيلندر وبياخذ القوه 310 حصنه توتال. اوكي يعني اذا ماشيين على واق السياره مصروف بتمشي 4 سيلندر. 4 سيلندر 100%. هذا بيساعدنا كثير لمصروف البنزين. بلس الفور ويل صار اول ويل درايف, هو سلكتبل. فينا تكون عم نمشي فرونت ويل درايف وفينا نحطها اول ويل درايف, هي بتتحكم اكيد مثل ما هي بدها.
اذا بدي فوت شوي سيفتي اللي هي اهم شيء اذا بدك بالسياره لا فاميلي، عم نحكي ب 14 ايرباج، واذا بدك هن 8 بس عندنا الموجودين على الروز فوق بيوصلوا لكل الباسنجرز من ورا لقدام. صار عندنا ني ايرباج جديد وفي ميد باوند ايرباج بين الدرايفر ويلي يعني سيفتي على الاخر 100% حتى 110% من ناحيه السلامه بداخل السياره. ربيع هلا بدنا نشوف الستارتنج برايس لهالجي ام سي اكاديا ونشوف اذا في كمان اي اوفر موجود على السياره. ستارتنج برايس كثير اتراكتيف اكيد حسب الكاتيجوري اللي حسب الكاتيجوري اللي عم نخدم. اليوم الجي ام سي اكاديا موجوده عندنا بصالتنا ب 49900 ستارتنج برايس السعر انكلودينج في اي تي. ديورينج ذس مانث ونكست مانث اكيد بديسمبر عم نعطي ريت 2.99 على تحت 3% صح اكزاكتلي على التقسيط تبع هالسياره بلس عم نعطي عليها 3 years free maintenance وزياده 3 years warranty. يعني اليوم زبون بدور سياره بس عليه يعبي بنزين ويفل على 3 سنين غير هيك ما بيعمل شيء مش غلط ابدا. اكيد انا بنصح الكل ينزل يسوق على السياره، السيارات موجودين عندنا تست درايفز ان كان بشياح دبي او فيردان. اوكي اليوم نحن عم نفتح كل يوم للساعه 7 ونهار السبت للساعه 6 سو اكيد فيهم يوصلوا لعنا اني تايم. ثانك يو ربيع على كل الانفوز عن السياره الرائعه جي ام سي اكاديا 2017. بنلاقيكم بسياره جديده من جي ام سي خلال الاسبوع. الى اللقاء.